بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما زلنا هنا في صنف ايرلي سويت في العنب، وفي احد المزارع الكبرى. خصوصا معانا المهندس احمد المياني والمهندس محمد السيد مدير المزرعه، المدير محمد سلامه المدير الفني للمزرعه. عايز اتكلم مع المهندس احمد على البلاستيك، اداره البلاستيك، يعني امتى بغطي، ايه الغرض من التغطيه، انت بقى استفيد اتفضل. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بغطي. الغرض الاساسي من التغطية بالنسبة لي هو ان ابقر العنب في الانتاج، ببقر في مرحلة تقريبا 10-15 يوم مبكر عن الحقل المفتوح. ببدأ اركب البلاستيك بتاعي قبل مرحلة رش الدروميكس بفترة مش كبيرة، يعني بيومين ثلاثة بيتركب ويبقى ملموم الرول، اللي بيبقى الشريحة ملمومة. باجي في يوم رش الدروميكس وابدأ افرد البلاستيك بتاعي، ارش الدروميكس بتاعي تحت بلاستيك مفرود عشان استفيد من انه يحجب عني الهواء، واكون خلصت ساعات البروده بتاعتي وابدا اعد ساعات حراره. البلاستيك لازم يبقى فيه بعض فراغات في النص بين الرول وبعضه، بحيث ان ما يعملش احتباس حراري زياده عن اللازم في المنطقه دي. بنغطي البلاستيك. في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، ان انا بالليل لازم لو في درجة حرارة اقل من 8 افتح البلاستيك، علشان الصوبة في الداخل بتبقى درجة حرارتها اقل 2-3 درجات عن الخارج، بحيث ان انا اعمل تبادل غازي مع الهواء اللي بره الحوشة، مع يبقى يتساوى بالهواء اللي في الداخل. وبحاول ان انا احافظ على الموضوع ده، هو بحيث ان انا ما اعرضش النبات ان يحصل له صدمات، ما يحصلوش بروده، ما يحصلش له بلاك فروست، يحصل له حاجه سيئه يعني تجمد يموت النبات مني، يعمل اجهاض للعين. وبحاول احافظ على الموضوع دوت. ابدا افتح واقفل البلاستيك لما النبات يبدا لما درجه الحراره تبدا تزيد معايا عن 33. لو درجه الحراره زادت من 33-35 درجه ابدا افتح البلاستيك واعمل تهويه عشان درجه الحراره ما ترتفعش داخل الحوشه. بستفيد قوي من البلاستيك في مرحله الخف، بيساعدني جدا على الخفو. البلاستيك بيديني جوده عاليه قوي للعنقود، بتبقى مختلفه تماما عن العنب اللي بره، كانهم صنفين مختلفين في المعاملات. البلاستيك بيخليني اوفر تقريبا 25% من التسميد النيتروجيني. جميل. وبيخليني اوفر يعني بقل في استهلاك الميه تقريبا 25% برضو عن الحقل المفتوح. ميز. تمام. بقلل البخر. هل بيقلل البخر ولا بيزوده؟ البلاستيك مش بيقلل البخر، البلاستيك بيسرع العمليات. تمام. نتيجه وجود درجه حراره لازمه للصنف نفسه. بالظبط كده، درجه حراره ملائمه للصنف. تمام. النبات ما بيبقى عشان يحصل له عمليه نمو وخف بيحتاج للنيتروجين، لوحدات نيتروجين معينه. الوحدات دي بتختلف من صنف للتاني، وتقريبا هي العامل المؤثر في برنامج التسميد، او العامل المتغير بين الاصناف وبعضيها. يعني انا ممكن اقدر ادي وحدات من الفوسفور والبوتاسيوم تقريبا لكل الاصناف زي بعض، النيتروجين بالذات لا، ده بيختلف. تمام. البلاستيك ليه دور في تقليل النيتروجين، بيساعد النبات على انه يستفيد من النيتروجين، وبيساعد النبات على ان النمو بتاعه يبقى ماشي كويس. ده الفرق. تمام. بين البلاستيك، بين التغطيه بالبلاستيك في الاصناف اللي هي تحتاج ان هي مبكره، وبين الزراعه المكشوفه بره. ده جزء من الفرق. تمام. هو الفرق كله، يعني الفرق او الجوهري بيبقى في درجات الحراره، ان انا بوفر للنبات درجات حراره مش موجوده في الوقت الحالي. يعني انا دلوقتي الجو بره برد وهواء، انا دلوقتي هنا في قلب التكعيبه الجو دافي ودرجه الحراره عاليه، احنا عرقانين اهوت. تمام. النبات حاسس زينا بالحراره دي، وبالتالي النبات هنا مفتح عن اللي بره، يبدا التفتح بدري، عمليات النمو بتاعته تبقى ماشي اسرع. تمام. لو حتى اتاخرنا في عمليه التربيط، الطرحات بتاعتي ما بتتكسرش. لو في تربيط، الطرحات مشكله كبيره بتقابلني في الحقل المفتوح، لما تيجي موجه هواء ولا حاجه بتكسر لي الطرحات، الجرين شوتس اللي طالعه دي بتتكسر. بتقلل هنا مثلا، هل بتقلل عمود الميه مثلا بيتوقف اثناء البروده مثلا، ولا انت عايز تقول لي ان هنا الطراح نفسه يبقى مرن معايا؟ لا مش كده، الهواء نفسه الطراح هو في المرحله الاولى سهل انه يتكسر، لو اتعرض لهواء
واحد الهواء يعمل له اهتزاز بيكسر الطلاء. انما هنا الصوبه مقفوله فما بيحصلش طيارات رياح قويه. هنتوقف هنا عند النقطه بتاعه اداره البلاستيك مع المهندس احمد اليماني، بس بعد شويه هنتكلم عن العمليات اللي بتضاف هنا بالنسبه لتغطيه بالقش تحت جدر العنب، وده هيكلمنا فيه المهندس محمد سلامه. شكرا.